السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات الجولة 36 من الدوري الفرنسي بداية من اليوم الجمعة 19/5/2023. متابعينا الكرام، لأول مرة تزورونا في القناة انزل اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك سبسكرايب واعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. البداية اليوم الجمعة 19/5/2023، ليون في مواجهة موناكو. طبعا الفيديو بتوقيت مصر ومكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. لو عايز توقيت الإمارات وسلطنة عمان من فضلك زود ساعة. لو عايز توقيت تونس والجزائر والمغرب من فضلك قلل ساعتين. لو عايز توقيت ليبيا والسودان من فضلك قلل ساعة. ولو عايز توقيت جرينتش وموريتانيا من فضلك قلل 3 ساعات. ليون في مواجهة موناكو الساعة 10 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، المباراة على قناة بين سبورتس اتش دي 2 الثانية والمعلق محمد بركات. كذلك المباراة ما عدا الساعة 8 مساء توقيت تونس والجزائر والمغرب. يوم السبت 20/5/2023، نانت في مواجهة مونبلييه الساعة 6 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة على قناة بين سبورتس اتش دي 2 الثانية والمعلق عادل خلو. نادي ليل في مواجهة مارسيليا الساعة 10 مساء بتوقيت مصر وتوقيت مكة المكرمة، والساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب على قناة بين سبورتس اتش دي 2 الثانية والمعلق نوفل الباشي. يوم الأحد الموافق 21/5/2023، أجاكسيو هيلعب أمام رين الساعة 2 ظهرا أو مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة على قناة بي إن سبورتس اتش دي 2 الثانية والمعلق عادل خلو. نيس هتلعب أمام تولوز، وبريست أمام كلير ماونت، وستاد ريمس أمام أنجي، وطروة أمام ستراسبورغ. الأربع مباريات في نفس التوقيت الساعة 4 عصرا أو مساء توقيت مصر ومكة المكرمة. نيس في مواجهة تولوز على قناة بي إن سبورتس اتش دي 2 الثانية والمعلق مدر اليوسف. بريست في مواجهة كليرماونت على قناة بي ان سبورتس اتش دي 3 بريميوم التالتة بريميوم والمعلق محمد بركات. استاد ريمس في مواجهة انجي على قناة بي ان سبورتس اتش دي اكسترا 2 الثانية والمعلق محمد المبروكي. طروة في مواجهة ستراسبورج على قناة بي ان سبورتس اتش دي اكسترا 1 الأولى والمعلق نوفل الباشا. بعد كده لوريان هيلعب أمام لانس الساعة 6:05 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة على قناة بي ان سبورتس اتش دي 2 الثانية والمعلق أحمد عبده. وختام الجولة 36 أوكسير في مواجهة باريس سان جيرمان الساعة 9:45 دي عن 10:15 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، والساعة 7:45 دي عن 8:15 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. والمباراة على قناة بين سبورتس اتش دي 2 بريميوم الثانية بريميوم والمعلق جواد بدة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو. متابعين الكرام، كان معكم محمد نور الدين. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.